لا تجيبوا إنسان على هذه الدنيا ونحط بين إيد خدم، يعني بس عشان يصير كملنا صورة قدام المجتمع أب وأم وطفل، بس في الحقيقة هذا الطفل مهمل يكون، أو أبوه وأمه غير قادرين على رعايته ورامين رعايته على أطراف كثير، جدة وعاملة، يعني هذا يألمنا كثير يعني، وثمنه ما هو سهل يعني، لا على الطفل، لا في الشورت تيرم يعني، لا في الوقت القريب ولا حتى في الوقت البعيد.